اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله اتعلم احتراف الرياضيات، ودي الحلقه السادسه وهنتكلم النهارده في اللوغاريتمات، وطبعا دي تكمله لسلسله علم الجبر. خليكم معانا. وطبعا دي الحلقه الرابعه في علم الجبر، والنهارده هناخد اللوغاريتمات. اللوغاريتمات لو عندي لوج ان للاساس بي بتساوي اكس، بعمل ايه؟ باخد البي دي برفعها للاس اكس، يبقى اول بي اس اكس بتساوي العدد اللي هنا. لازم الان تبقى موجبه والبي موجبه والبي لا تساوي واحد. طبعا لو عندي لوج حاصل ضرب عددين ان واحد في ان اتنين للاساس بي، لازم يبقى حاصل ضرب العددين دايما موجب، بمعنى ان يبقوا الاتنين موجبين الاتنين سالبين، بحيث انه دايما حاصل ضربهم عدد موجب. بعمل ايه؟ بقول لوغاريتم العدد الاول للاساس بي زائد لوغاريتم العدد الثاني للاساس بي. طبعا لو الاتنين سالبين هنا يعني ده سالب وده سالب، فعشان كده باخد المودولس هنا، دايما باخد القيم الموجبه بتاعتهم عشان اجمع. لو عندي لوج ان واحد على ان اتنين للاساس بي، يعني لوغاريتم حاصل قسمه عددين، باخد لوغاريتم العدد الاول للاساس بي ناقص لوغاريتم العدد الثاني للاساس بي. طبعا لازم اطرح هنا، بقول لوغاريتم العدد الاول للاساس بي ناقص لوغاريتم العدد الثاني اللي هو في المقام للاساس بي. لازم برضو يبقى حاصل ضرب العددين دايما اكبر من زيرو، يبقى الاثنين موجبين او الاثنين سالبين. ولو الاثنين سالبين فانا باخد المودولس هنا بتاع الاعداد، خلي بالك في ناقص في النص. بقول لوغاريتم ان اس الفا للاساس بي، لما يبقى اي عدد هنا اس عدد هنا الاس بيطلع بره، الاس بينزل قبل اللوغاريتم، يبقى الفا لوغاريتم او لوج ان للاساس بي. لازم الان دايما تبقى موجب. لو عندي لوج جذر الفا لان للاساس بي، طبعا دي معناها ايه؟ الجذر خدناها في الحلقه اللي فاتت، معناها ان اس واحد على الفا، ان اس واحد على الفا، فواحد على الفا تطلع بره، ويبقى لوغاريتم ان للاساس بي دايما ان موجب. ومعنا كمان لوغاريتم ان للاساس بي ممكن احولها ازاي؟ لو انا مش عارف اجيب القيمه دي يدويا وعايز اجيبها اعمل ايه؟ فاروح اعمل ايه؟ اقول لوغاريتم عدد تاني خالص اسمه ايه للاساس بي في لوغاريتم ان للاساس ايه. يعني بعمل ايه هنا؟ لوغاريتم ان للاساس بي بضرب هنا في ايه واخلي هنا الاساس ايه، واضرب الاثنين في بعض، بحصل على القيمه دي والقيمه دي واضربهم في بعض. طبعا هنا الايه لازم تبقى اكبر من زيرو، والايه اللي تساوي واحد، والان اكبر من زيرو، يعني دايما الايه اكبر من زيرو بس قيمتها ما تساويش واحد، والان دايما موجب. ممكن كمان اقول لوغاريتم ان للاساس بي، اعملها ازاي؟ اقول لوغاريتم ان للاساس ايه على اللوغاريتم اللي هو الاساس هنا، اخليه ايه العدد نفسه، يبقى لوغاريتم بي للاساس ايه. يبقى لو العدد ده عايز احوله لحاصل ضرب يبقى بالشكل ده، لو عايز احوله لحاصل قسمه يبقى بالشكل ده. طبعا معروف ان لوغاريتم ايه للاساس بي هو واحد على لوغاريتم بي للاساس ايه، لما بدل بين الارقام ده يبقى في المقام عندي، دايما الايه موجبه ولا تساوي الواحد. ومعروف ان لوغاريتم واحد للاساس بي بيساوي زيرو، ليه؟ لان بي هتبقى كده هضرب كده، يبقى بي اس زيرو دايما اي عدد اس زيرو بيساوي واحد. ومعايا كمان لوغاريتم ايه للاساس ايه لازم تساوي واحد، لان ايه اس واحد تطلع بايه، فلوغاريتم العدد والاساس متشابهين يبقى دايما بواحد. لوغاريتم زيرو للاساس بي ده بيعتمد على الاساس بي هنا، لو كانت الاساس بي موجبه واكبر من واحد، موجبه ودايما اكبر من واحد، يبقى القيمه دي تطلع سالب ما لا نهايه. ليه؟ لان مثلا اقول 2 اس سالب ما لا نهايه تطلع بزيرو، لان 2 اس سالب ما لا نهايه عباره عن 1 على 2 اس ما لا نهايه، يعني 1 على ما لا نهايه تطلع بمين؟ بزيرو. يبقى طول ما البي اكبر من 1، يعني 2 3 4 5 وهكذا، دايما القيمه دي الناتج بتاعها بسالب ما لا نهايه. ومعانا لوغاريتم زيرو للاساس بي لو البي اقل من 1 نص مثلا ربع، فدايما بيقول لك ان هي عباره عن ايه؟ موجب ما لا نهايه، يعني نص اساس نص مثلا هنا اس ما لا نهايه يطلع بايه؟ بزيرو. معانا كمان اللوغاريتم العشري، اللوغاريتم العشري هنا الاساس بيبقى 10، دايما الاساس بيبقى 10، يبقى اقول لوج ان للاساس 10. احيانا بشيل ال 10 دي واكتب لوج ان مباشره وتعرف ان الاساس 10، او اعرفها ازاي؟ بشيل حرف الاو هنا تبقى ال جي ان، طبعا البي هنا ب 10. لو انا قلت ال جي ان بتساوي اكس بتساوي قيمه، يعني اللوغاريتم ان ده بيساوي ايه؟ قيمه اكس. فبالتالي لو انا عايز ال ان عندي اعمل ايه؟ يبقى خلي بالك هنا الاساس 10، يبقى اقول 10 اس اكس تساوي ان. من العلاقه دي تقدر تحصل على مين؟ على ان مباشره هي 10 اس اكس والاكس دي عندك. طب اللوغاريتم الطبيعي؟ اللوغاريتم الطبيعي يعني الاساس بيبقى اي، يبقى اقول لوج ان للاساس اي، طبعا بشيل لوج اي واعوض عنها بلن، يبقى اللن هي لوج اي، تمام؟ يبقى لن ان.
لان ان لو قلنا بتساوي اكس يبقى هنا خلي بالك عباره عن لوج اي، يبقى في ايه هنا، في ايه هنا، يبقى اي اس اكس بتساوي ان. طبعا الاكس هتبقى معروفه والاي عندك معروفه، تقدر تجيب ان. الاي عباره عن ايه اصلا؟ ده العدد الطبيعي بيساوي ايه؟ قيمته 2.71828 وهكذا. يبقى الاي بتساوي ليميت ان تقول الما لا نهايه، افتح قوس 1 زائد 1 على ان الكل اس ان، تمام؟ ده الاي عندي، العدد الطبيعي اصلا قيمته بالشكل ده. فالقيمه اللي انا حصل عليها قيمه تقريبيه. اتمنى يكون حلقه النهارده استفدتوا منها. لو عندكم اي استفسارات واقتراحات سيبوها لنا على هيئه التعليق اسفل الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا.